قومي سناد نغال غار إيسا لنينغوران دويني ديج فدن الول هنغ وتنزوير دغا سوم سلاي غاف ثود سان ثد زيري ثنو ذافع غافي زرفان انو مذن انتف إيدي خبرون يكن نسفد دوغن الحملة أولا غافي زرفان انو مذن الدو نو سنتل في الليان الحرمة أكو ذو مساوية ير مدن تيرني ذاهيل ذي تزريك ثينس ثيس حداش يعني قال ذي بذو الساقيان وريكم لن أرمع ذي حداش ذو قوراقيا إذين الله ذي سهقان دا أهيل ريمسين دقس إسنتال لغافي زرفان إنو مذان ذغان أي ندي فغن ذي ساليان ثصبحيث إنو الساقيان ذاكنيا إم سولتان أكو ذي مذبرن الولايان فقايث وين السن وكنيا أذخذ من سرين سن بدما نيرد نيزر فن انوم ذان يوكني اضغا ادناوي اوير نتفاصيل غاف ثم سلتاقيا نعرض ادناوي تفاصيل صغور مس بومجان حسين السيسمينس ذي وند قعقلن النت وتسايقيا ذي الولاية نفقايث مس حسين مجان الزول فلاح الزول ثان ميرثين كيكتيني ديارن اوسي ولنغ تنف با كنت سوالا مسيحيس نهيب أهيل قولي باغن سوبيل راس إزرسان ومدان دونك ندوز أورغانيزي لأونزيان فوروم دي دروا دلوم كي يتي بريبو للانسمون أزوردي أو سان دي سياج دي لاليك دي دروا دلوم مالورزمون تصبحي تواسا إني نوور أو نيفو دي سياج نور nous faisons un dispositif de sécurité impressionnant tout autour du siège de Koulouch. Donc il y avait les services de sécurité qui nous ont sommé d'arrêter l'activité. Mais voilà, on a reçu des instructions sur la wilaya. Le forum a ici يتوي ده يبدو قوسة المدف المدف نحداش دونك فوالا لو بروغرام نو اي تي انتيرومبو سويت ا لا ميزون دومور دو والي دو بيجايا بور انتردير توت اكتيفيتي ميم او سان دو سياج تو ران كوني اون افي انترودوي اون دوموند دوتوريزاسيون بار رابور ا لا بيبليوتيك بار رابور ا اون اكتيفيتي ريليي لين بوبليك 10 ديسمبر غرغلان إزرخان ومدان مالوريزمون ودرينا راه على دوموند نيو نناخد إلا قتحبسنا كل ليزاكتيفيتي ميم ليزاكتيفيتي هادي من داخل لو سياج دو لا ليغ دي دروا دو لوم دونك زين كيف اسا سي اون غراف اتانت سي ان ديراباج des autorités justement. أمس بومجان حسين ذي تزوار خنويا ذا شو إذا هي اللي دهجامي وكنيا ذي اللي خطر ثغم ثنوميا ند ذا كنيا تجيا تزريث تيس حداش الفورم جيا دهجامي وكنا تخمم ذي الولاية نفجايث المعنى اسمشيا ذا ما ينوث القذي شجيا وين ثغم ثنوميا ثقد شم ذا قنار ذا شو إذا هجامي كاني وهي النوس قوساجيا هي النوس قوساجيا نوم يلس قوس سوجد أهي دونك لان اقاس يحريشن ونيدا تسويد ان المسلاي غاسي زرفان ومدان ونيدا تسويد ان المسلاي غاس ازرفان يخدم غاسي زرفان سمطوط غاسي سارة ازرفان وغردان كلش دونك انا توجي بليزيور تيماتيك مالوريزمون عفانا اور جينيرا فوالا دونك اون ديفي ميم انيمي دي كونفيرونس او سان دي ريزيدونس اونيفرسيتير deux conférences l'année au niveau des communes donc tout le programme a été interrompu donc c'est gamme des men nous on est occupé à chercher les conférences nous on a fait les liens nous on on devait justement lancer le forum enseignant et en détaillé il y avait une conférence verbale avec les syndicats autonomes مالوريزمون ما عاودش انا ولا التسويق واني دوطن اذا رفان ومدان ذي سمور في الجزائر. ذيك سال نيدي فغنت الصبحي ثان وساكيا مس بومجان ناند ذاك نيا ثا السبا اذا وندوفان اميا اونو كينا تخدم مي سارقنا كين وان ذاك نيا ودكوي مرا تسريح مقبل غار يمضبروني ثا عنا ثمسال توزا غير كتشي شو اذا والي شافي. سريح تيليد مخدميش سريح مرا تيلي اون اكتيفيتي كبرا ماشي بالسياج النور، ميك السياج 2009 RSA
صافي 14 عام نخدم ديال اسباس اون جامي ايتي سومي ا ان اوتوريزاسيون دونك سي اون اكتيفيتي انترن اون اكتيفيتي انترن جو بونس ك تحوجرت سي Voilà, mais malheureusement, si vous avez un peu de temps, le RCD a été interdit, les associations attendent. Et ça, le peu de poche de résistance qui reste dans la région, malheureusement, c'est ici, ils veulent étouffer toute expression démocratique, toute expression de liberté dans notre pays. اي غرا مس على حسابي نختيني عندي لا الخوفا كي غار ام سلطان غار ودافون تمر سنا غار ثودسي وين كي قد شند قلنا خاصو لما يزرفن ومذنا هث اي كي ذي الوجه غافيا لم ذاني وكني غادي السيني زرفاني نسوثني مل اي ويكاذ اوثن السينار هذا شو اي غرا يوكاذن القديشه فيك شفان ويكاذا كي القديشه فيك تيلينا وكيني كيف ونيذا غنيزا انا هضر في ليين انا هضر في زرفان غنيزا اون دينونس لي فيولاسيون اكسيتيرا دينا سي نورمال سني عجبر الحال الا كان هاد المقر اي الا كان ذاهل نسن دوين سمغلي نسن الا قد يتبع يون مالوريزمون كوني مناد ماتشي تيجي ماتشي تيجي تدون سنسن لا كونستيتيسيون الجيريان nous permet, elle garantit les droits, elle garantit la liberté d'expression, elle garantit la liberté de manifestation, la liberté de réunion. L'Algérie a ratifié les conventions internationales. Elle est tenue de respecter ses engagements vis-à-vis des textes qu'elle a ratifiés. Donc, on connaît la série qui ne sera pas le meilleur. إني خمسنا كاين من الجينيرا على خاطر تسويح في الصفرا هارا الصفرا هارا مارسا اون اريت دي ميليتون دي دروا دو لوم على فيي دو لا سيليبراسيون دو لا جورني انترناسيونال دي دروا دو لوم سي غراف سي غراف أمس بومجان ثورا مشيت زوار عاد قس نند ذاك نقال ساعة قول ميو كنيا تفذو مساقيا وتكفوم أس نحداش ذقوا قوراقيا وزري غالا ثورا ذاك ميا يكون حفسن ذا شو إي كوني تراجون كون ويا سيما غالا سن نتود سايقيا ذا شو سايق تراجوني وكنيا تخذ من ميلة كملم ناغت حفسن لقذي شاقيا نواهي اللي دهقام إكزري كتو سوسيك par la wilaya ils ont adressé une correspondance en urgence. Il faut cesser le programme NEUD, il faut arrêter le programme NEUD qui devait débuter du 6 au 12, donc le 6. Maintenant, on connaît, nous n'allons pas nous arrêter là. On a besoin. Et nous allons demander des explications et nous allons, même quitte à aller en justice par rapport à l'interdiction. Donnez-nous des raisons. L'activité, une activité légale, une activité qu'on a introduite, c'est-à-dire la demande en bonne et due forme. Ok, vous avez dit, mais vous avez dit, 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 vous avez ماشي ما فيش با دير كو متحر السويح ونقد الشارع فاش با دير كو متحر السويح زين اذا رفان وتلينارا وكلي مازال نكمل ومنو غنو ايوا كنا انا رصي جوستمون سوغلوس ايوا كين اذا رفان سوا قدر ندير تمر فينا اما ونكوني اما غادابو الى قيا ليون هذه السين ذا شتي لي ساينس سوا كان نجمر عندو غرزات اش غادي نينيو nous exigeons que l'État respecte les textes, que l'État algérien puisse répondre aux demandes qui sont introduites d'une façon réglementaire, justement pour organiser des activités
dans les sièges et des activités qui sont des activités pacifiques. Donc, nous connaissons ça. Cette interdiction n'a pas sa raison d'être. Cette interdiction est une atteinte aux droits de l'homme.